مراسلنا عوض البرغتي من بنغازي أيضا. نعم عوض، نفس السؤال وآخر المستجدات فيما يحدث. نعم مالك، يسود الظلام إلى مدينة بنغازي الآن. هذا هو مولد الكهرباء للمواطن البسيط، شمعة، هذا ما يستخدمه المواطن طوال الليل ليسد بهذا الفراغ الذي تفعله شركات الكهرباء في ليبيا. هناك تخبط مالك كبير في التصريحات من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وأيضا لشركات لتسويق النفط. قبيل فتح وتصدير النفط كانت المشكلة هي إيقاف تصدير النفط، الآن وبعد تصدير النفط لم يلحظ سكان مدينة بنغازي أي تغيير في مشكلة الكهرباء. كانت في البداية هي لطرح الأحمال والآن بدأت ساعات طويلة ومن ثم أصبح باليوم واليومان والثلاث. المواطن مالك أصبح في ضيق، أيضا هناك محلات تجارية وأرزاق ناس تغلق بسبب انقطاع الكهرباء، حتى المولدات مالك الذي كانت تشتغل وأصواتها تعلو مدينة بنغازي بدأت في الانخفاض لأنها تريد وقود ديزل، وحتى هذا الوقود شحيح في مدينة بنغازي ولا يوجد. مالك لو سمحت لي، هناك في منطقة المنجوري حيث أقف الآن تشهد إظلام كامل ومعي بعض المواطنين الذين يريدون إيصال صوتهم للحديث حول هذه المشكلة التي لم تحل حتى هذه اللحظة. تفضل. نعم مرحبا بك. مرحبا، شو حالك؟ إلى الآن مشكلة الكهرباء لم تحل. نعم. واصبح من طرح احمال الى اظلام تام. اظلام تام، تو نحن بنقعدوا بالسبع ساعات وثمان ساعات بدون كهرباء. المويه حتى في نقص في المويه، السيوله ما فيش سيوله، يعني هذا لي ذراع، انا اعتقد كذا ان العمليتين مفتعله. ما هنش من عجز والله، هذه اشياء مفتعله لتركيعنا. لهذا يطالب بكل شده الحكومه انها تلتزم بحقوق الناس. الناس يطالبوا بحقوق بسيطة، حقوق العادية اللي ما يقدرش حد يتكلم فيه، كهرباء، ماء، سيولة، هذه الأمور. الآن يعني نحن نعرف أن هناك طلبة مقبلين على امتحانات وبدأوا في الامتحانات ولكن يريدون مذاكرة ولا يوجد كهرباء. على شمعة، فهمت هذه العملية؟ يعني البلاد في وضع ما نقدرش نقول لك عليه يعني من جميعنا، لو كنت تبي تعدد وتقعد تحكي الأمور هذينا تقعد لعند بكرة الصبح وأنت تحكي. من الطلبة، من المعيشة، من غلاء المعيشة، من الأمور هذين كلهن، وهذين كلهن أمور مفتعلة. نحن نقولوا أنهن أمور لتركيعنا، لهذا على الدولة أنها تلتزم بحقوقنا. يعني بعد ما سمعت إعادة تصدير النفط هل تفائلت أن هل هذه المشكلة تحل ويعود الكهرباء بالانتظام بشكل منظم؟ كلنا نعتقد أن المشكلة انحلت، مش حتى قريب تنحل، الا اذا انها فان زادت الطين، زاد الطين بل، ما صار شيء، ما تغير شيء، الحال هو الحال وبل اسوء. عليه نطالب وبشده. نعم. فهمت من الدوله. نعم. مشكله الكهرباء يعني لا زالت مستمره، كيف تعيشون مع هذه المشكله او المعضله الكبرى التي حتى ايام التكفيريين والظلاميين في مدينه بنغازي لم تشهد هذا الظلام؟ بالنسبة للوضع المعيشي حاليا في بنغازي، يعني أهل بنغازي متأقلمين، سواء في ضي أو ما فيش ضي، يعني متأقلمين ونعرفوا كيف نتعايشوا مع الأمر الواقع، سواء في حرب أو من غير حرب، يعني فهمت علي كيف. بس المشكلة أن الموضوع زاد عن حده، زاد بشكل غريب بكل، فهمت علي؟ يعني حتى بعد ما أصبح طموحنا بسيط جدا ألا وهو الضي والمية محرومين منهن إلى حد الآن. يعني أساس الحياة الضي والمية، يعني في كل شيء، في الدراسة، في كل شيء، أساس الحياة الضي والمية أصبحنا الآن محرومين منه. يعني أنا أعرف أن مهما نحكوا نحن أهل بنغازي ومهما نطلع مظاهرات ومهما نحرقوا، المسؤولين مش حيبحثوا فينا ولا يندروا علينا ولا أنه هو مستعد يفتح التلفزيون ويقام عز يتفرج حتى ولو ربع ساعة أو بعض دقائق يسمع هموم المواطنين. يعني أنا متأكد وواثق، يعني لكن لابد ان نحن بنوصل صوتنا، ندعو مره واثنين وثلاثه واربعه لعند ما الله عز وجل يفرج، فهمت علي كيف؟ المسؤولين نسال الله ان يهديهم ويصلح حالهم ان شاء الله ويبحثوا في حال المواطنين. في ناس رقدين رياح، في ناس يعني
بغض النظر على الضي والميه، في ناس مش لاقيه ما تاكل، في ناس ما عندهاش وين تسكن مأوى. شتاء توا اصبح قادم، خاشين في فصل شتاء، في ناس يعلم الله بحالهم. والله العظيم في ناس يعني حتى حق الخبزه مش محصلين، الخبزه مش محصلين. فيعني في ناس الحمد لله، يعني تو نحكي انا عن نفسي الحمد لله، ممكن في حوش ومرات ما ياثرش فيا موضوع الضي، نتحمل عادي، نتصرف نجيب ميه كذا. بس في ناس يعني ضيقوها في وجوههم بشكل غريب جدا، في ناس خلاص يعني ما في اللي قاعد يشحت، فهمت علي كيف؟ في اللي قاعد عند الجامع، في اللي على الطريق، ضيقوها في وجوههم. يعني حتى بعد ما اصبح مطلبنا ضي وميه حاجات بسيطه جدا، ما حصلناش نهجوا سيبوا البلاد مثلا والله وين نمشوا يعني. حتى يعني على حديثك عن مغادرة البلاد، لاحظنا خروج هجرة من ليبيا، وهذا كان جديد على الشعب الليبي، ما كانش يشوف الليبيين يخرجوا وياخذوا في مراكب الموت لأوروبا، يعني هذا كان أيضا ظاهرة جديدة شفناها الفترة الماضية. والله نتأسف، ونحن لما نشوف الشباب طالعين من بلادهم يعني ما نفرحوش بها الحاجة هذه، فهمت علي كيف؟ للأسف أن يعني مسلم في بلاده ما يلقاش قدرة، ويطلع البلاد الكفار يعملوا معاملة حسنة، فهمت علي كيف؟ هذه نتأسف، ونحن ما نفرحوش بها، أن لما شباب يطلعوا هجرة غير شرعية ونكلموه ماش الوضع، يقول لك والله الوضع تمام وجو سمع. حتى ولو هو الوضع تمام وجو سمع عنده، لكن هو مش متريح، مش مطمئن، مش كيف في حوشة في منطقته قدام هلا وناسه وأصحابه. لكن شنو الشيء اللي خلى الشباب عوضي إذا كنت في الاستماع يفكر في التفكير هذا ويمشي يهاجر برا؟ عمر ضاع، عمر الشاب ضاع، اللي الشاب اللي كان عنده طموح أنه هو يقرأ وتخرج وبش انه هو يلقى مكانته في الدوله، سواء دكتور او مهندس، تمام، او يعني شاب قرا نفط باش يلقى مكانته الطبيعيه اللي هو قراه واجتهد فيها في 6 سنين ولا 5 سنين ينحط في مكانه. فنسال الله ان يصلح الحال. نعم مالك، كما سمعت يعني هناك ضائقه كبيره على المواطنين، الشارع يغلي في بنغازي، هي ليست فقط مشكلة الكهرباء بل أيضا تأخر السيولة وأيضا غلاء المعيشة تراكمت على المواطن هذه المشاكل. نتمنى بانفراجها قريبا، لأن الآن بنغازي يسودها الظلام، ولا أستطيع أيضا الآن مالك أن أشاهد المصور الذي يخرج معي من الظلام الدامس الذي نحن نتواجد فيه الآن. أشكرك عوض البرغثي، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية بنغازي ومن بنغازي.